الفنان العروبي العربي الجزائري العالمي أخونا منير الجزائري. أسم قد يبدو للمشاهدين أو المستمعين مش معروف كثيرا، لكن هو بصمته في كل الوطن العربي وانتقل إلى العالمية. أنت الآن موجود في مؤسسة سيدة الأرض في تونس، رسالتك بشكل سريع إلى شمس العروبة وكاتب العمل وملحن العمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.